أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، صحاف طوركم، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من قصر لايت. أنا كن قابلني أبي دير واحد اللي جات نبدا نضحك. صحاف طورك أبي. الله يسبك أنت زادة، مسألة كبيرة. ما كملتش كليت في الدار، جيت لهنا شديت لنا الوقت باش نبداو بدينا يعني. ما كليتش، راني نخمم في أشياء واحدة أخرى. إن شاء الله. إذا أبي في انتظار وصول ودخول ضيفنا لنهار اليوم، خليني أبدأ معك. ووصل الاستوديو الآن، فقط يتم تجهيزه حتى يدخل المكان. دونك أبي، نهاية كل أفلام مسلسلات في رمضان هدايا كاع خلاصوا في 21 جور. علاش رانا خلاصوا في 21؟ الناس راهم يتسائلوا علاش ما نروحوش رمضان فيها 30 يوم، علاش ماناش لحقوا 30 يوم؟ والله يا بلال، غير مني ما عنديش جواب لهذه. الحق الحق، إذا عندك جواب قولوا. انا نعطيك الجواب. دونك اطرح لي السؤال بلال، علاش لا ماجوريتي تاع لي بروغرام سوا لي سيت كوم ولا حاجه ما فيهمش 30 حلقه؟ لانه 21، لانه اصلا يبداو في التسجيل متاخرين. حاجه الاولى. حاجه الثانيه، نتكلموا على لو سبونسورينغ اللي يبدا كذلك متاخر، ولا دوري هذه تاع 21 جور تقدر ما راهمش هما ماذا بهم يلحقوا 30 يوم. لانه كل نهار ثاني هما راهم يخدموا، وانتم كفنانين راكم تخدموا. كنت حنكمل لك الفكره هذه، ولكن دخل شاب رشدي اللي راهو واش راك خويا؟ صباح لاباس خير. هنا شو هنا كل شيء يحبس. العزيز الغالي يا حسن صباح. ما شوف ما بالدخله تاعو جامي لا واحد دخل هكا باش نفهم. حنا ملي بدينا لانفيتي يكون قاعد معانا لي ستار نجوم. لا ستار، وحق ربي غير ستار. هاي الهضره، هاي ستار هو. انت تقول عليه ستار، بالك انا نقول عليه ستار، كاين واحد اخرين ما يقول. لا 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 شفت لا كريموس تاعك كيقول ستار؟ لا لا كي كنت صغير ما كنت تشوفه في بلاد ميوزيك. صح، بلاد ميوزيك، بلاد ميوزيك كنت تشوفه. عندي شحال مني استضفتك روجلي؟ 15-10 سنين كانوا لولور. وي اول مره كلاش ناس، وكان جاز معايا. لا لا والله كانت معايا. يعني تقدر تقول عليه ستار؟ اكيد. انا اللي قلت لك انا كنت نشوفه وكنت نسمع له، ومن بعد استضفته. دونك كانوا له 10 سنين لولور. انا دوك في عمري 25 سنه، كان في عمري 15 سنه. بلا في عمرك 25. انا واش ماذا بيا نطلب من السيده اميره حفظها الله والمخرج يعطونا ام بعد يحوسوا برك على البرومي كليب تاعو. البرومي كليب تاعو كي كان جان ومازالو جان، مازالو. ومن بعدك نهضر وروح حوسوا لنا عليها. لا لا خلينا من البريميكليب. علاه يا خلينا من الكلوب، خلينا من البريميكليب. يا ودي اعطينا جديد، اعطينا جديد. خلينا ملي يحكي الانسان توري الديب تاعو هذاك الشباب هذاك وهكذا نو باش يعرفوا بلي قعدت انت تي لو. لا 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 بكري كنت كبير، دوك هذا وين وليت صغير يا اخي. اوكي رشدي صح فطورك، مرحبا بك معنا في قصرة راي ديسيون دي قصرة سيو. كيفاش نخرجوا منك عفايس ونقلوا لك عفايس؟ بيان سيغ بيان سيغ. دونك رشدي في هذا رمضان خدمت ما خدمتش؟ سي على كل حال كاينين دي سواري انيليتهم باسكو لا غالب سي رمضان ساكري. انا في رمضان نانيلي لا بليبار تاع الخدمه تاعي في لي سواري نانيليها باسكو الشهر هذا اللي سبيسيالمون كيما يقولها الواحد. ما في رمضان ما تغنيش؟ نو في رمضان ما غنيش اوكازيونيلمون، زعما غير حاجه تاع ختان عفاسه حوايج دينيه حاجه تاع اللي كيما يقولها الواحد، ماشي اللي تخليك الناس تبدا تهضر عليك. حاجه الناس يهضروا عليك ولا رشدي انت مقتنع انه الغناء اصلا فيه كلام وفي نفس الوقت صدير في رمضان سي راح يكون سي بير؟ صح بلال. اسمح لي، الشهر هذا اللي سبيسيال خويا. انا راني نقول لك على سقسيتك. ايه سبيسيال، ماشي قضيه نخاف من الشعب، نخاف من ربي سبحانه. الحاجه الاولانيه، الحاجه الاولى والحاجه الثانيه، ماشي نفرح الببليك ونغضب ربي سبحانه. هذه ما كانش منها. عنده الحق. هذه اللي كنت حاب نسمعها من عندك انا، لانك انت مع الاول قلت الناس يهضروا عليا. لا لا ماشي، مام الناس ما ترحمكش، مام لوبينيون تاع الشعب ما يرحمكش. علاه ما يرحمكش؟ يقول لك يا رمضان يا رمضان، الناس راه تصلي تراويح قدامنا والسيد راه يغني للشعب قدامنا، كاني زعما
العام فيه غير شهر رمضان نغنيو فيه نو كي تحب تغني كاين العام طويل يا با قبل كي تحب دي سهرات العام طويل انا سبيسيالمون هكذا ميم يجوني زعما دي بروبوزيسيون زعما لي سواري منا ولا منا نقول لهم سامحوني دونك تعطوني ميم تعطوني واش تعطوني ما ندخلش رمضان من الجانب الفني بوكو بلوس سي الافلام سي الدراما سي الكوميديا هكذا رشدي علاش ما شفناش رشدي مثلا دخل العالم التمثيل ايه رشدي تقدر والله غير اسمح لي عيطولك بروبوزاولك لا سي بروبوزاولي واش الرول عطاولك رشدي والله غير جامري بيان نعرف الرول اللي عطاوه لك والله غير كان دي رول اللي عطاوني ما قبلتهمش عطيني باري اكزومبل عطينا هنا الحصري يعني على مافيا لا مافيا زعيم لا مافيا ايه زعيم تاع لا مافيا عطاوني ثاني تاع شغل عفايس لي المجتمع ما يحترمنيش ماش راح يحترمني انا نلعب مافيا يعني رشدي راك كلاشيتو هو كي تشوفوا ديجا مافيا لا ابي ديجا كي تشوفوا مافيا رشدي يعني انا في بالك يعني دوكا ماش يحترموني كي لعبت لوتشي لعبت مافيا لعبت مخسر يعني سي سا انت يا جاي الله يبارك وقتها تاني الله يبارك صح ابي انت ميم كي نشوفوك هكذا تبان عاقل الناس ملاح مافيا عندك 4 سيزون وانت عندك ثاني 4 سيزون حتى الجن ابي هو الجن يقتلو يعني جن ايه جن السيد رايح بارتو يصدم برك يدخل مانيش عارف هاك شدي يروح لواحد البلايص انا ما نقدرش ندخل ليهم السيد انترفيو هيا تبعوني يا كاميرا تبعني تشوف يدخل في الوادي يطلع للجبل يهبط تحت الجبل انت ما ديرهمش يدخل في اه انت ما ديرهمش رشدي ماشي ما ديرهمش الكاريزما ديالك ما تقبلهمش نو سي با كيستيون كاريزما هو سكيلا فيه حاجه مليحه اخويا عاود الزوالي هنا نوقف مع الناس يوقف مع الزوالي نو ابي سيكو دار حاجه مليحه سيكو حوايج اللي كانوا مغطيين وكانوا مخبيين هذا ديكوفرام حاجه زاد كما يقول الواحد ضوى الحاله وضوى الدنيا وضوى الناس وبين ظلمات بين باللي كاين حقره كاين هذاك الاعمال ديالو كاين وين بين باللي كاين اعمال تاع مسؤولين راهم يخدموا مليح مراوش هو مراوش لا رشدي نحرستيكيك اليوم كون على يقين راك عند خوك خليني نكمل لك الاميره تقلع لنا الكليب خليني نكمل على الكليب جيناك جيناني غير ما كلمت خليته خلينا منه هذاك حبيت تسقسيك اسمع جيناتك لا والله بر نحرك معاك شطح عليك خليني والله خليني منها اعطيني رشدي حبيت تسقسيك حاجه جديد جوستومون يكون في علمكم انه رشدي قاعد على بالنا بها بلي تضاربت مع الشاب خالد. اه. صح. تكراشيت انت والشاب خالد ما عليناش. الان سمعت قولي برك اذا كاينه منها ولا الا عندك الجراه تقولها ولا ما عندكش. سمعت بلي راك مضارب مع الشاب مامي صح؟ لا. راك مخبيها مالها. لا والله والو. ما صرا لك والو مع الشاب مامي. ما علاش يصرا لي مع مامي؟ خاطيني انا اصلا ديجا ما بخالد وما صرا لي حتى مشكل معاه. كيف كنت طايح عليك؟ خليني نقول حاجه برك في هذه النقطه هذه يبقى انه رشدي قاعد يدافع على بلاده قاعد وافي لبلاده قاعد يدافع على الاعلام تاع بلاده ما راحش خير اعلام واحد اخر ودافع عليه وما خيرش بلاد واحد اخرى ودافع عليها. خلاص سي طلب سماح معليش راني جايك طلب سماح سماح معليش هذا يبقى شوف لا دقيقه ابي خليني نكمل الفكره بلال ما حبيش انت يا خليه يوصل لك الفكره سي تقلع مليح وراه طريطري بيا راحك عاجبني بلال قلع خويا كمل بلالك عاجبني راك عاجبني رشدي دافع على بلاده وانا نشهد له في كاع كل المواقف يوقف مع بلاده يوقف مع دونك كانت حمله ضد رشدي اكيد عرفنا من عند من لانه كانوا يقولوا رشدي غير من الشاب خالد هل انا باش نجاوب المحبي ولا ابناء الجنسيه الثانيه للشاب خالد هل رشدي غير من الشاب خالد انا غير على بلادي انا غير على بلادي ماشي غير من شخص كيفه او كونترير انا سيكون غير على بلادي ونغير على واحد يهضر على بلادي اسمح لي سي كاين حاجه دو شوز سامحني دوكا انايا دوكا سي كالكان كي لا تخي سون بيي هو يتحاسب عليه انا نهار الاول الناس كانت مغلطتني ومن بعد الناس دوكا ولات قال لك رشدي لا غيزون علاش قال لك رشدي لا غيزون قال لك رشدي لا غيزون باسكو من بعد شافوا لي ديكلاراسيون واش هضر اونتري كيمي واش حكى الناس شافت بعينها كي شافت بعينها قال له سي تان تراتر الى تخي سون بيي من بعد دوكا خلينا البيبليك ماشي يشوف رشدي يشوفوا خليتهم فاس ا فاس هكذا من الجول للجول خليتهم هما يشوفوا السيد هذاك واش ديكلارا ويشوفوا رشدي من قبل واش كان يديكلاري انا ما يهمنيش الناس
كانت كونتري ولا كانت الناس ما حبتش كي هضرت هكذا باسكو انا خالد جيريا كونتر لوي او كونترير نحترمو طون كان ارتيست نحترمو سي ستا c'est un chanteur c'est un bon chanteur king voilà non سامحني ما نقدر سامحني okay. سامحني دوك ما نقدر نقول لك لا كينغ ولا لا ما نقدر نقول لك لا كينغ لا غوريلا خليني من الكينغ هذه سامحني نهضر معك انا كينغ ولا لا هما العالميه يقولوا عليه بلي كينغ شوف انا نقول لك ابي هو الكينغ لا انا ما خاطيني انا لي نورمال انا سقسيك بلال. انا سقسيك انا بلال. سقسيك بلال دوكا سامحني نهضر مع خويا انا نحترم اي انسان نحترم اي فنان وكل الفنانين نحترمهم بصح كاين خط احمر ما تدورش بالبلاد هذه والدرابو هذا ما تلعبش به دونك البروبليم اللي عندك مع الشاب خالد على جال الجزائر على جال الجزائر على جال الجزائر شنو واش عندي بيني بيني ومع امي بابيلون ها ومع امي بابيلون ما عندي ثاني حتى حاجه مع والله العظيم شنو مع امي بابيلون انا سامحني لا صرا لك مع الغنيه تاع يا الزينه نو جامي لا في قالوا لي باللي الزينه عالميه وغنى وها شحال قدام لا قلت لهم نو باسكو العالميه اللي حاطينها مانيش عارف مارشي ولا مانيش عارف شنو العالميه راهي ست قارات وراهي حاجه كبيره يا خويا ومامي ومامي مامي نحترمو ثاني سي ان كرون شونتور و نحييه تشوف مامي عالمي ولا لا يا ودي خلونا من العالميه علاش اسمح لي كان عندي زعما حبيت نقول لك بلي خالد ماشي عالمي ومامي عالمي نو مامي ماشي عالمي كيف ماشي بصح غنى مع ستينغ من بعد غنى مع ستينغ مع ستينغ ستينغ بروحه مش عالمي مش كيف ستينغ ماشي عالمي دوكا دوكا شكون عالمي دوكا جرانديزر دوك انت هو نجيبو جرانديزر يغنيو صاي دوكا ما بلاش كل عالمي شكون ماشي العالمي رشدي عالمي رشدي واحد ما عالمي عالمي انا عالمي وي لا 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 يستاهل يستاهل والله ستينغ ماشي عالمي شاب خالد ماشي عالمي مامي ماشي عالمي رشدي عالمي حقك شوف شوف من حقك رشدي بلال تحب انت تشوف باللي هذا الانسان عالمي من حقك انت تحب تشوف هذا السيد عالمي انا بالنسبه لي ما دامني محوس العالم نص العالم راني محوسه ما نقدرش صح نعاود نولي لك يلا الاعتذار تاع الشاب خالد هل قبلوا رشدي مثلا كمواطن جزائري هو اعتذر من الجزائريين انا سامحني انا كما يقولها الواحد ما نقدرش نقول لك زعما نقبل اعتذار تاع حاجه كما هذه لان تعتذر لو كان تقيسني انا كشخص بيني وبينك نعتذر لك بصح تقيس درابو وتقيس شخصيه الدوله الجزائريه اسمح لي اذا كان اذا كان اذا كان قبل اذا كان قبل الدراما كان قبل لا لا بصح انا يا لي ديكلاراسيون كان قبل ابي لي ديكلاراسيون قبل ما طردقت ماشي قبل ما طردقت يا ابي انا يا لا ديكلاراسيون هذه ديكوفريتها قبل ما ديكلارا ومن بعد كي طردقت شافوها البيبليك انا شفتها كنت فايق من الاول انا شايفها شايفها قبل سي بور سا زعما انا شغل سبقت الاحداث قبل ما ذاك وهما الناس قال لك ما كانش منها كما كان يقول لك بلال غيره ولا حاجه ما غير ما عندي غيره الوطن انا ما عندي حتى حاجه معليش نعاود نقول لك رشدي يقولوا انه الشاب خالد في بعض الجلسات عطاو له اسمك وقال لهم ما نعرفوش وهذا الشيء قلقك يعني سامحني سامحني دوكا شوف اش فيت دير كيلك شوز دوكا انا معروفه في الجزائر عند الجزائريين دوكا كي نكون متداوس انا وبلال قول لي قول لك شو ما نعرفوش خويا ما تحكيليش عليه سي تونو شاب خالد يعرفك شكون شاب خالد خالد تربى معايا ماشي يعرفني فهمتني جديده ايه بيان سور خالد كان في العلمه كبر في العلمه باش نزيد نعطيها لك وكانت من سعود افريك فونو وعندي صور تاعو معايا عندي صور تاعو فهمتني راك فاهم انت كنت تصور معاه ولا هو يتصور معك ما كان سامحني نهضر مع خويا باش نعطيها لك انا مادا بيا انا مادا بيا انت كان كانوا دي فوتو كانوا دي فوتو ارتيستيك تلمنا مع الناس كاع ماشي غير يصور معايا ولا نتصور معاه باسكو انايا بديت عندي كارير تاعي قديمه خويا انا بديت في 86 في 87 وين بدا مامي وخالد وهو اللي بشنات وصحراوي فضيله حميد فهمتني فكاع كبروا قعدت انت صغير انت صغير قلبو ابيض ولا غير قلبو مليح فهمتني هذه هي ما سالاش دوكا باش نقول لك دوكا عندي 36 دو كارير كي نقول لك 36 دو كارير درت فيها دي غرون سوكسي درت فيها دي شونسون اللي ملاح وما داروش سوكسي فهمت بلال ولا انا ماشي انا باش ننصحك ولا باش نعطي دروس للناس ولا بصح حبيت انا نطرح سؤال انا صحفي يعني تقدر انت تكون خير مني في كلش يعني قلت لك ممكن جدا نقول لك والله العظيم نفس الشيء كنت نقوله للناس كاع الضيوف ديالي ولكن السؤال لازم نطرحه هل رشدي يخمم في وقت من الاوقات انه خلاص يعتزل الغناء هذا بالك يغضب ربي سبحانه نحبس هذا الغناء هذا كاع وي بيان سور تو تافي نورمال وراسي تان بروجي في راسي باش نحبس نعتزل
ما قلت اعتزل؟ نعتزل وبلوطاغ نعتزل. علاش نعتزل؟ جفي تو دير كيك شوز. هو الفن اصلا ما عندوش سن. لان الهاشمي قروابي الله يرحمه ومحفوف ما تراح دوك تشوف دوك نعاود نولي لك فهمتني. علاش الحاج محمد العنقا ما لقري حاج وكل شيء بصح الفن كان يغنوا شعبي مثلا شعبي يغنوا ولا شو راني نغني واي واي انايا واش بيك خويا يعني راني نغني اغنيه نظيفه اغنيه تدخل بيوت العائله الجزائريه الغناء تاعي كاع نظيف عن بالك ابي انا ماشي ابي خو اسمح لي والله العظيم ماشي ابي انا ما يعيطوليش ابي يعيطولي عبد الابر برك عبد الابر والله يا رشدي غير نحبك والله والله غير ريح صح صراحه شكون هو برك راه يدافع هو يدافع على الشاب خالد وهذا لا ما دافع على الشاب خالد انا خير هذا انا والله ما ندافع على الشاب خالد انا هاولي كناني معاه خصك شكون عالمي خالد ولا رشدي رشدي تربح نروحوا يما الاتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام صحه فطورك يسلمك نقول لك تحيه مسائيه رمضانيه تضامنيه وديه اخويه لاحبائي واعزائي واحلى واروع وقناه الشروق كما نقولوا قناه العائله رقم واحد في الجزائر الله يحفظك الاخت وحنا نقول لك تحيه قلبيه بارك الله فيكم معك فاطمه من ولايه نعمة محبه لكل برامج الشروق تحيه ليك ولكل سكان نعمة وكاع الناس ديالنا في الصحراء راهم يوصلونا رسائل ربي يحفظكم نقول حاجه بانني نسمعكم انا تمنيت لو ان شاء الله ربي يرزقني ان شاء الله يعطيني الناظر ان شاء الله وكنشوفكم غير دقيقه واحده لانه اصواتكم كما نقولوا ملكه قلوبنا باش نقول لك اختي احنا رانا نشوفوك بعينينا ونشوفوك بقلبنا كذلك انا حبيت الشروق وبرمجها من خلال عمالها الطيبين والهضره نتاعكم هي اللي خلاتني اني نبقى مستمره مع برامج الشروق مرحبا بك وانت مش متابعه الشروق انت شروقيه انت راكي معانا اكيد شروقيه في امتياز نتبع كل برامج رمضان او غير رمضان شوفي راكي معانا وراكي وحده منا ويجي نهار ان شاء الله نجو حتى لعندك للنعامة ان شاء الله والله نتمنى نزوركم ونبعثوا لك المراسلين ديالنا تما ونصوروا معاك يا بلال والله نتمنى غير ما لقيتش عندي الوالده كبيره شويه في السن نتمنى نزوركم بصح ما لقيتش اللي زعما اللي كيما نقولوا بالعاميه ما لقيتش اللي نتنقل معاه باش نجي نزور هذه القناه الموقره شوفي انت ما تجيش حنا نجيوك اذا من زميلنا سمير حميطوش نعم والله تحرير المراسلين امنيتي اني نزور القناه باش المراسل تاع النعامة يروح لعند الاخت ويصور معها لانها هذه الاخت هذه من الاوفياء نعم. لقناه الشروق اتمنى انه المراسل يكون عندك ان شاء الله خلال ان شاء الله ان شاء الله يوصلني حتى المقر عملي ان شاء الله يا بات بروبليم اذا ابي معك مساء الخير اختي الضيوف اللي راهم معاك راني نتبعك اخي بلال 90 دقيقه للبرنامج تاع قيم الله يطول عمرك وعبك ما خليتنيش ما لقيتش واش نقول لك والله العظيم والله ما شاء الله عليكم بالقلب. ربي يحفظكم من العين ربي يخليكم لينا ويخلي هذه القناه اللي برامجها في المستوى وخاصه السيده المديره كل مقيمين سلسبيل فوضيل وبوتينا وربي يحفظ يعني فوضيل ان شاء الله ربي يحفظه وان شاء الله ما شاء الله تعرفي حتى المسؤولين تاع الشروق اكيد وتحيه الى مدير البرمجه قسم الانتاج والبرمجه حسين فرجي إيه ما شاء الله عليك نعم انا قلت لك وفيه وقلت لك انا اصواتكم وبرامجكم تاخذي رايي والقيمه هي اللي خلتني نتواصل معاكم خذي رايي غير زيدي رئيس التحرير المركزي يا دليله بالخير سينو ما نقدروش ومن بعد تحيه لها يلا ابي الاخت الكريمه واش نقول لك تحياتي لك والشروق يعيطوا لها الدار الكبيره اكيد الدار الكبيره نتاعنا هي اللي انا نتونسين بها صدقني اخي بلال على بالي مرحبا بك الاخت هو معك ثاني تيهضر دوكا ويهضر معك مستر ابي تعرفيه نعم تحياتي لك اخي ابي كل عام وانت بخير الله يحفظك ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الله يحفظك الاخت واش نقول لك الشروق يعيطوا لها الدار الكبيره اكيد وانت ديري في بالك انك وحده من الافراد هذا الدار يعني راكي بنت الدار اكيد والله صدقني والله غير نحبكم والله شاهد على ما اقول ورانا في الايام المباركه هذه العشر الاواخر ان شاء الله ربي يجعلنا من عتقاء من النار ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله شوفي اختي اي جات الموافقه انه المراسل تاع الشروق في النعامه راح يجي يزورك أي. نعم وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله كيما كان الحال تكوني معنا ان شاء الله مور البقاع المقدسه هذه لاني متمنيتها في حياتي ان شاء الله هذه الامنيه الوحيده يا ربي حققها لي زيدي خذيها من عندي باذن الله عندك عمره ان شاء الله البقاع المقدسه
بي لافير با 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 ربي يحفظكم ربي يخليكم لينا ان شاء الله عندك عمر ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم اخي بلال والله راكم واقفين تخدموا الوطن والمواطن والله ربي يجازيكم على كل حاجه اللي راكم تقوموا بها في هذه البلاد في الجزائر بلد الشهداء مبروك عليك عمر البقاع المقدسه ان شاء الله ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله اذا ابي يعطيك الصحه اقعد معنا مع المخرجه دوك هما دوك اللي كي تحبسي دوك هما يهضروا معاك دوك ياخذوا رقم الهاتف ديالك نعم. الباقي على خوتك ونسلم على خويا رشدي نقول له بارك الله فيك على الحضور راك منور الاستوديو راك منور البلاطو ربي يخليك ربي يحفظك اختي وربي يخليك ومبروك عليك العمره والله غير غيرتيني يا ريت منيت العمره هذه ديت انا والله انا نحب نتواصل مع هاد الناس كيفكم الناس طيبين والله نحب نتواصل مع الناس ان شاء الله ربي ان شاء الله يلاقينا غير مع الناس احسن منا ربي يحفظك اختي والله غير من القلب كما قال لك بلال العمره كما مقبوله ان شاء الله الا كتب الله تعالى اخي نترك لك الرقم ان شاء الله بعد الحصه ان شاء الله انت والاخ بلال نتمنى نتواصل معاكم ان شاء الله خارج المهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دوك ياخذوا الرقم ديالك وراح ان شاء الله مور العيد مش عارف كيفاش تبدا العمره دونك باذن الله يبداو معاك الاجراءات ان شاء الله والله العظيم تمنيت اني نشوف هذه الوجوه النيره هذه الطيبه ان شاء الله وفي هذه الليالي في هذه الليالي العشره هذه ربي سبحانه وتعالى يرتبها لك ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليك بارك الله فيكم الله يعيشك يعطيك الصحه اذا صافي بليزير راه ماكش حاب دير عمره كيفاش ماهيش حاب ندير عمره علاش راك تشوف فيا انا منين من بنغلاديش سقسيتك على ريتي ما والله شغل جا عندك شغل شكون جاها شغل جا كشيطان ولا حاجه ورا يشوف فيه والله باش شيطان انت انتوما شوف انا ما نقدرش ندخل بيناتكم باسكو صحاب اسمع نقول لك بلال نعم هو يغير مني لو كان ندينا عمره هو يغير مني انا نقولها لك قسم باسكو ديجا هو مش حاب يجي في العمره مازال حاب يبقى في الدومين هذا انا اقسم بالله ما لو كان يجيب له عمره كاينه حاجه يقول له اعطيني بيل لي زيتازيني خير كاينه حاجه الرحمه على الوالدين انا نعرفك شوف انا نعرفك بالصراحه تاعك ونجهد لك ما تكذبش مليحه ماشي مليحه وما عباك بحتى واحد احكي لي على الغنيه اللي انا سمعت دي زيكو اسك صح ولا لا وهذه بكري مامي ديالك غنيه بكري الرحمه على الوالدين نهضر يا اخو معليش دوكا راح نحكي لك واحد الحكايه انا اون شونسون غنيتها في 90 في الماروك تزعزع خاطري المسلمين هذه تزعزع خاطري نص الليل ديجا ماشي ديالي ولا حاجه انا تاني غنيتها من عند ناس ماهوش معروفين وزاد واحد ما سمعها كي غناها هذاك الناس يعطيك. سمعتها غير انت كيف سمعتها لا خرجت في الماروك خرجت فيها في الوقت خرجت فيها البوم وكل شيء ومن بعدها عاودها مامي مي سافا با دير قلت لك انا زعما قلت باللي داها لي ما قلتش داها لي قلت تزعزع خاطري نص الليل غنيتها انا قبله بصح انت ما دارت سكسي عندك وعندو دارت لا دارت سكسي ديالي دارت سكسي والله دارت سكسي باسكو انا في المروك قبل ما نشيع هنا وقبل ما واحد ما يعرفني في المروك والا. كنت فوالا في المروك كنت انايا على ذكر المروك دونك شفنا انه الشاب خالد مثلا راح غناها في المروك حتى ولا معاه يعني يقدروا يجيبوها كذلك كاين هذاك كاين بزاف اللي يجيبوه مغني مثلا كاين الشاب بلال اعتقد لو اسمه الشاب لا بلال رضا طلياني مثلا كاين ثاني فوضل كارثه لانه حتى احنا النهار درنا برنامج هنا في الشروق وهضرنا في ليغينيول على كل رؤساء العالم وهضرنا حتى المسؤولين الجزائريين هضرنا على تاع المغرب نشفى فوضيل دار فيديو يبكي على الملك تاع المغرب نو هذاك معروف هو ستان بروسيست هذاك معروف لا غالب هو الشتاء ساكنت له في الدم فهمتني هو هذاك لو برومي تريدر تاع الجزائر هو سيبيان فوضيل هذه باش نقولها لك هو باش زعما حب يضحك المغاربه على الرئيس ديالنا حب زعما يطلع بقدره قدام المغاربه هما لا غالب هادو لي ارتيست تاعنا ماشي لي ارتيست سامحوني لي ارتيست تاعنا حابين يعيشوا الدولة هذه في أوهام، حب يعيشوها في حلم، حب يعيشوها باللي الجزائر ما كانوا، مي حنا سي لو ميير بي، عندنا لو ميير بريزيدون ما شاء الله ربي يطول في عمره، عندنا بلد أحسن بلد، الجزائر أحسن بلد، أنا نقول لك راني حوزت كاع الدول العربية، بصح بلادي
لقيتها سي لامير. سمح لي خويا. برافو برافو. والله بلادنا لقيتها سي لامير. الخير 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 لكاع راه في بلادنا خويا. الله يعطيك الحمد لله. انا كي شفت منا ومن هنا صافي بليزير خويا. صافي بليزير. رشدي حبيت نسقسيك واحد السؤال على سقسيتك على المغرب. اسكو انت سياو يجبدوك اليوم؟ يجبدوك اليوم. انا ماشي نقول خويا، انا ماشي غير سياو برك. سياو نتزوج تما، وسياو ندي الجنسيه تما، سياو يا ريت سياو يزوجوك مغربيه. بيان سور هما المغاربه لوبجيكتيف تاعهم المغاربه. سامحني بكل احتراماتي، كاينين دي زارتيست صحابي راهم مزوجين بدي ماروكان، مي ما قدوش يتغلبوا عليهم. وكاين بعض الفنانين تغلبت عليهم، تغلبوا عليهم. علاش؟ حبوا يستعملوا الفنانين ديالنا، حبوا يستعملوا يدخلوهم في السياسه باش يحاربوا بهم الجزائر، لان ما كانش حاجه واحده اخرى يحاربوا بها الجزائر ولا يوصلوا بها الجزائر. حبوا يدخلوا العائله ويجبدوا، حبوا يدخلوا لي زارتيست، ومن بعد لي زارتيست يطيحوهم في البياج، ومن بعد يقولوا لهم ماشي احنا اللي هضرنا، ها ولادكم هما اللي هضروا، لي زارتيست ديالكم هما اللي قاعدين يهضروا، هما اللي هما يديكلاريو ماشي حنايا. علاش خالد يتيليزاوه اكسبلواتوه في الامر كيما هذا، ومن بعد جبدوا به الحصيره قالوا له دوكا ديكاج. من بعد ولا سامحوني غلطت مع الجزائريين وسامحوني والبلد كذا. نو هذه كنت تخممها من الاول. هذه راه درابو خويا، راه مات عليه مليون ونص شهيد خويا. ما نقدرش انا في حفلات كانوا يجيبوا لي دي درابو، وفي وسطهم كاين دي درابو ما نقدرش نذكر. على كل حال، وحبوا يغلطوني باش انا ما نزيدش ندخل الجزائر. بابا بابا قلت لهم نو. لا عنده الحق ولا غير عنده الريفلكس. بيان سور بيان سور. دوكا هادو باش يتوشيو الجزائريين. حنا باسكو ديجا في الفوت ما نحكيلكش، البيت هذاك تاع بالليلي بقى تاريخ، فهمت ولا؟ بقى في التاريخ، دخل في التاريخ، هذاك بقى لهم في لا ميموار. من بعد هذوك واش داروا؟ داروا لي زارتيست، لي زارتيست دوك اكسبلواتيو فودال، فودال حبوا زعما يحاربوا به الرايس، ويحاربوا به الجزائريين، ويحاربوا به قدام منا. ومن بعد اعترفنا احنا الجزائريين بلي هذا السيد هذا ما يهمنا، ما هو وليدنا، ما نعرفوه، هذا راه وليدكم، دبر راسكم. بارك الله فيك. اذا نروحوا نشوفوا واحد الفيديو رشدي. ابيلي دي مونداها. اليوم واش نقول له رشدي صاحبي تاع بكري ونحيي بالمناسبه هذه. رشدي مسكين ما على باليش دركا، هو دركا من خالد ولا ليا من وليا يولي المامي، ما فهمتش دركا. انت واش جاوب؟ دونك ايه دركا واش نجاوبوا؟ نقول له شنو هذه زعما؟ يهضر يقول في وقتي انا يا صح كان فنان كبير في وقت انا خلاص. هو صديقي، انا تاني صديقي، هو صديق تاني صديقي خلاص، هو والعائله ديالو نحييهم كذا. ولكن الكلام اللي قالوا لا ما عندوش الحق يقولوا واش ما عندوش الحق واش قال على رشدي. دونك خلاص راح نتلاقى بهاد اليومين. دونك غلط مع رشدي. معليش هو واش قال لك؟ قال لك انا خالد ومامي. هو دخل بين دخل روحه ديجا بين خالد ومامي، تما حط المستوى تاعو راه بين خالد ومامي. هذه الحاجه الاولى. هو مسكين ديجا كي كان خالد ويغني ومامي، هو واقيلا كاع ما زادش. فهمتني؟ هو انت تقول مسكين، هو يقول مسكين. لا معليش مسكين. خليه ابي خليه يكمل. لا اسمح لي، انا عيطوا لي رشدي العزيز. ما عيطوا ليش رشدي مسكين. انا عمري ما كنت مسكين، ولو نكون مسكين الفقر ماشي عيب. معلوم. فهمت؟ وكون زوالي ماشي عيب. معلوم. وانا اصلا ديجا تربيت في المستوى تاع الزواوله، تربيت في المستوى تاع الاحياء الشعبيه، يعني الكونفور هذا ما نعترفش به. علاش قال الوقت هذه؟ علاش قال الوقت؟ علاش يهضر؟ راح وقته. انا راح وقته. انا ديجا هو على الكلمه هذه طرطقت الغنيه وراها تيليباتير ولا مخطوبه طرطقت الدنيا، وريته باللي رشدي هذا يقدر يدير سوكسي اتو مومون. مين تايا غنيت شطحت مع باليرمو، شطحت مع ليجون، نار طول تام سروال مقطع ونار طول تا صوتي، حب تسيغر حب كذا، مي ما كان والو. ماشي نقطع فيها بكل احترامات لي. هذا الشيء كاع واش قلت باش يقطع فيها؟ لا 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 يا بلال. كاين واحد المثال، تلقى المراه هي تقول تهضر 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 تهضر، خليني ساكت اخر. هكذا قال له رشدي، قالهم له قام قال له ماني قطع فيها. لا ماشي نقطع، نهضر لا رياليتي. تسمى هو كي يهضر بلال كي كان يهضر جاتك نورمال. لا انا واش قلت؟ علاش ما جاتنيش نورمال؟ قلت خلاص انا معاك صديق هو والعائله ديالو. ثاني قلت لك باللي ماشي حق عليه الكلام اللي قالوه فيك. يلا نروح نشوفوا. سامحني اسمع. خلاص انا لونسيتو. خلاص انا نقول هذا. ايوا ما شكيتش. انا لونسيتو يا خو، انا لونسيتو معايا واحد ما كان يعرفه. راك سير واش راك تهضر. بليسكو سير خويا، قول له هو ديجا كان فان تاعي، وقول له جيبوا عرضه يقول هذا خويا كاين منها. خلينا دوكا من خالد صوتي تي خلاص مامي على غير هذا، لانه الوقت قريب يخلص. نروحوا نشوفوا تحدي طيب. هذه فقره معنا تبعها. يلا تحدي طيب. انا من عندي انا حيزوت.
زوج خلي مامي راح شكون هذاك اللي راه ما عرفتوش شكون اللي ابري اللي قدام خالد خالد نحيح هذاك بابيلون اللي غني الزينه اه معليش خالد نحي خالد نحي خالد نحي خلاص خلي مامي بابيلون خلي مامي وبابيلون يلا هذه زيدوا تصويره واحده اخرى موح ميلانو باليرمو موح ميلانو باليرمو خليهم في زوج باسكو ناس خليهم في زوج خليهم في زوج ملحقوا خليهم في زوج نشوفوا واحد الفيديو اه خليهم في زوج نحيوا تعالوا اكو تبتزوا فيه بالفيديو لا خلينا من الفيديو هذا خلينا من والله العظيم ودي خليني منه جاوبنا مش في الفيديو ما فيه والو نجاوبك يا اخويا اقلع اللي حبيت انت فيه خلاص معليش 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 واش امينة ما تجاوب ما تجاوبناش على هذه ولكن واش حاجه لا لا والله والو والله والو في قتاش يعتزل رشدي ماشي يعتزل لانه فات وقته انا شوف يعتزل انا رشدي لانه قناعه منه ما قناعه انت تحب هكا انا والله غير تقدر تقول دوكا زعما درك اكتويلمون دي سي دي يعني الى ربي يطول العماره انا راني قريب لربي سبحانه راني تايب راني الحمد لله صلاتي بكل شيء مانيش راني قال في ندير في اعمال شيطانيه كيما راني معاك راني معاك هذا نقول لك ما يعرفش القبله وين تهضر معاه دوك ما تقدرش تهضر معايا يا اخو ابي هكذا مداير الله غالب الله يحبك شكون انا نموت عليه خويا نموت عليه انا اقول لك انا علاش اسمع درنا واحد الحصه تاع كوزينه هبلتو هبلتو تعرف شنو هبلتو عنده ديلير هبال وي لا ماما وي وعرفت بلي غيره منه واش عندك مول العيد ان شاء الله والله غير كان عندي جديد هذا هو قلت انا حنتوب هذا هو لا لا اسمح لي دوكا عندي نص دقيقه قلت ان شاء الله انا حنتوب وراني قريب لربي دوكا تقول لي عندي جديد مع سماتي عادك فهمنا سماتي ولا عندك سماتي شيطان لا لا ما قلناش دوك قلت بلي كاين صح هذا ولا هضرنا معاه هذا ولا هضرنا بلال 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 سالتك سؤال صحفي قلت واش عندك مر العيد عندي لي تورني عندي كما يقول الواحد دي نوفوتي راح نطلقهم دي سينجل ان شاء الله ولا كنت بربي الا كنت بربي بيان سور في نورمال فهمت ولا الواحد يولي امام يولي يجود ما فيهاش عيب هاك فاهم ونروح ندير حجه الى ان شاء الله ان شاء الله تعاود مور ما تحبس الغناء تجود ايه ولا دير امام ندير امام وعلاش امام ماشي عيب والله ما شاء الله امام عندي امبال فوا والناس اقترحوا لي قالوا لي علاه ما ديرش ما تجودش دوك تشوف ابي دوك نكمل ابي ابي وكانه ماهوش حابك مثلا لا ماني زعما مانيش حابو يتوب وشو هذه ابي حبي يدير لي النميمه حبي يدير لي النميمه عن مباشر اعطيني صوره الفاتحه بالتجويد لا 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 ما تدخلوش لا 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 ما تدخلوش لا 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 سامحني 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 التجويد شوف فيها شوف القران حطوه كذا وكذا جوزيفين هذه لا لا التجويد حبيت نشوفك في التجويد هذا ما يا بلال يا بلال نحطوا القران اكوتي الله يحفظك يا بلال اذا يخاف هم داير الشر هو عباك لازم هو يخاف كي يشوف القران يهرب القران وحده كل حاجه في بلاصتها بعدين لا 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 اذا انا نروح الفيديو الشباب هذا لا 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 شوفوا اذا اوكي ها شنو الفيديو بسم الله لا لا كاين تاع جمال بلادي يبعث ابعث دي غير مشاكل ماشي مشاكل خساره عليه شد مشاكل هذا هو شد مشاكل مش شوف نوعدك حاجة رجلي لأنه احنا نختموا نوعدك حاجة غدوة إن شاء الله نجوز لواحد الفيديو ديالو ما كان يا ربي ربي خلي حبس دقيقة حاجة نقولها لك مشي سما باش نجرحك ولا نو أنا الغناء حبسته
وقدام ربي سبحانه صاي. انا نتمنى مانيش نقول زعما هذا كافر ولا حاشا لله، كل واحد واش يخمم. سي بو سا تدلي فنميم. لا لا انا الغنى حبسته وإذا دار حاجه تبقى في عتقه، انا امري لله صاي. شوف يا بلال اقسم بالله هذا وعد منك، غير غدوه ولا غير تجوزها بربي ان شاء الله. كيما هو تجوز لي ميمونه كي كنت بالمسطاش. شابه ميمونه كنت بالمسطاش. استان كرون سيكسي هذه واش بيك، هذه لوبران تاعي، هذه لاكارت فيزيت تاعي، هذه اللي طرقت الدنيا بيني. دوك انت يا تعرفني بوري فوا ماشي ميمونه، انت والله ما تعرفني. خلاص ابي 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 رشدي يعطيك الف خير ان شاء الله. بوري فوا انا قلت الحمد لله خلاص وقت البرنامج، لانه خفت منه بزاف هذا العدد. علاش خفت منه؟ نعرفكم انتم زوج. لا العزيز هذا واش بيك العزيز الغالي هذا؟ العزيز الغالي والله رشدي نتلاقى بك في القريب العاجل، نتلاقى بك معايا في برنامج خاص. نتلاقى بك ان شاء الله في ورا نحكيو على بزاف امور. بيان سور نتمنى لك والله سما في ان غون بلي. ما تديرش عليه مهبول، اسمع بصح نقول لك حاجه والله غير سما في ان غون بليزي. مام انا بلال متوحشك صافي لونطون، خويا ابي ثاني متوحشو، ونشكر يعني كل ليكيب تاع الشروق نيوز وكل شروق، خاصة من المديرة وخاصة من الناس اللي راهم هنا حاضرين معنا. نقول لهم صحة عيدكم بالمناسبة إلا ما تلاقيناش، وصحة رمضانكم، وهذا ما تديروش عليه. خدعني بيا ميمونة غادي نخدعك بحبة. يعطيك صحة رشدي يا ابي. غدوة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية عدد اليوم من قصرة لاي، تلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس البرنامج. سلام صحة صحة لكم. والله يا رشدي غير.